هرجع لدكتور احمد الشربيني. ايرلندا حصلت على استقلالها، جنوب افريقيا قدروا ان هم يحكموا نفسهم بطريقه الحق تقرير المصير زي ما اتكلم دكتور اسامه، لكن عندما ياتي الامر لدينا في المنطقه العربيه العالم يرى ويفكر ويتصرف بطرق اخرى تماما. بالتوثيق التاريخي وبكل ما لدينا من وثائق، اليس لدينا الحق في كامل اراضينا اصلا؟ نعم، هو احنا لدينا الحق في كامل اراضينا وفقا للقوانين الدوليه بالتاكيد. ولكن اللي بيحصل، الحاله الفلسطينيه حاله مختلفه، بمعنى انك امام حركه صهيونيه مدعومه من الدول الغربيه كلها، واعتقد هذه الدول بوقوفها الى جانب هذه الحركه والى جانب هذه الدوله هي بترى في ذلك رد جميل لهذه الحركة، لأنه الحركة الصهيونية يعني انتهزت الفرص منذ أن كانت فكرة. يعني هنلاحظ إيه؟ أن الحركة الصهيونية وطرح مشروع الدولة كان مرتبطا بتوتر شديد جدا في العالم. يعني طرحت في مرحلة كان العالم بيشهد تكتلات وأحلاف وسباق تسلح، وكان مقدما على حرب، الحرب العالمية الأولى. ومن هنا بدأت الحركة الصهيونية تطلع عشان تستغل هذه الظروف. مين فيكم هيدعم المشروع بتاعنا حتى نوقف جنبه؟ خصوصا أنهم كانوا يسيطرون على دوائر المال والأعمال. ومن هنا طرحت الفكرة في 1897. في الحرب العالمية الأولى أيضا استغلوا ظروف الحرب، وجاء وعد بولفور. صح. وبعد الحرب العالمية الثانية جاءت الحرب الباردة واستغلت أيضا، واخد بال سيادتك؟ حرب الباردة. وبعد ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه هم يحاولون فكرة استغلال الحدث، فكرة استغلال الحدث وفكرة استغلال الظروف. طيب عندي الحرب الروسية الأوكرانية، العالم مشغل، فيخشوا يعملوا وهكذا وهكذا. هم هو هذا الوضع. وبالتالي هنلاحظ إنه هذا الدعم، وانا شايف كمان حاجة تانية، ان هذا الدعم مقصود ايضا للابقاء على هذا الكيان في هذا المكان، حتى يظل مستوعبا للجماعات اليهودية التي تشكل مأذقا للنظام الاوروبي. يعني احنا شايفين انه تاريخهم في اوروبا تاريخ كله صراع واحداث دامية. صحيح. وبالتالي فهم يريدون ان يتخلصوا من هذه المجموعات في المنطقة. في وثيقة على فكرة بتقول هذا الكلام، انا ما بقولش هذا الكلام، فكرة التخلص يعني من كده تخلصوا منهم في وقت ما كانوا الفرنسيين هم اللي مسيطرين على امريكا الشمالية وقالوا هيبعتوهم على هناك، وشوية تانية قالوا لا هنوديهم في وسط افريقيا. يا فندم حضرتك قلت في وثيقة دلوقتي انهم بقايا شعوب. صحيح. لا، في صحيح. وثيقة سنه 47 و51 بيناقشوا فيها قضيه ايه، انه احنا هندعم اسرائيل في المنطقه ونحولها الى قلعه اقتصاديه، وبالتالي تستطيع ان تمثل المركز للدول العربيه. نعم. فبداوا يناقشوا، لا احنا مش هنسيبكم، يعني الكلام ده واضح جدا. لا ما نقدرش نسيبكم. قالوا لا، انتم بقيتوا دوله شرقيه، وبالتالي فعليكم الا تتعلقوا بازيال الغرب. يعني إذن هم يشكلون لهم عبء ويخشون من هذا العبء. ومن هنا أنا شايف أن هذا الدعم سببه المصلحة المتبادلة ومحاولة التخلص من هم كمان دولة وظيفية.